في وقت غرور الإنسان، هو ظهر في وقت غرور الإنسان. الإنسان بيزرع قلوب الموتى في أجسام الأحياء ويمشي على القمر ويبعث سفن للمريخ والزهرة والمشتري أورانوس ونبتون، وبيعمل هندسة وراثية يخلق فيها وظائف جديدة للميكروبات، ويعمل لي أطفال الأنابيب الله ده قدر بقى. وبعدين بلغ من قدرته في المدن الكبيرة انه يمشي على كيفه بقى، وبعدين يبتدي يتمرد على القوانين الالهية والاعراف والاخلاق الى اخره. لا وقف عندك بقى، هوريكوا بقى ربنا بيقول له طب ادي فيروس صغير اهو اقدر عليه ما دام انت قادر بقى. فهي فعلا من افعال التحدي او لفت النظر، وده رحمة بره من رحمة من ربنا عشان الحكاية ما يزودوش فيها قوي يعني. وبعدين بيقدم لهم ايه؟ ده فيروس عبارة عن شيء لا يرى، وبعدين هذا الشيء ده مش ما هوش حيوان ولا مش عارف ده مو شوية مادة محطوطة في غلاف بس ما فيش غير كده. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول بطريقة اخرى ان الصحة، بيعلمنا يعني من خلال الحكاية دي ان الصحة ليست امر رتيب عفوي ابدا. الصحة نتيجة نظام انا عامله، نتيجة تقنيات في الجسم ونظم دفاعية وخلايا مناعية بتديك هذه الصحة نتيجة معارك انت ما تدرش بيها. تبقى ماشي في الشارع مبسوط وبتلعب بينما في معركة جواك انهزم فيها الميكروب وفازت الصحة، فالنتيجة انك انت زي الملك عمال بتلعب مش داري ان في نعمة حصلت طول الوقت. يعني الصحة ما بقتش بقى يعني مطر فاكت يعني امر كده رتيب عفوي بيحصل من نفسه، لا ده بيحصل بتدخلي انا ربنا بيقول انا رب العالمين، انا اللي عملت ده فيك، حطيت هذا الجهاز المناعي بحيث ان تحصل جواك معارك وانت ما تدرش بيها، لكن في النهاية انت تنقذ كل يوم من ملايين وآلاف الأخطار اللي كان ممكن توديك في ده. بدليل شوف بقى المرض ده بعد بقى ما يتهدم المناعة شوف بيجرى ايه بقى، تبص تلاقي الجسم يطلع في دمامل وخراريج وقرح وبإسهال يقضى عليه وإنفلونزا تجيب أجله، مصايب، بتحول الجسم إلى مزرعة ميكروبات. أنا بقى عند حاجة يمكن أهم من دول كلهم، هو التركيب العجيب للفيروس ده. يعني الفيروس ده ملوش لا دماغ ولا رجلين ولا ايدين، ولا هو خلية ولا هو بروتوبلازما ولا هو ابدا، ده حتة مادة اسمها الجينات الوراثية اللي هي دي ان ايه ولا ار ان ايه، ولا ملفوفة في غلاف وخلاص. ايه ده؟ وبعدين ازاي يبقى له هذه الصفات؟ دي دليل على ان هذا الميكروب او الفيروس خطط له وتبرمج واعد سلفا لهذه الوظائف التدميرية. وعشان كده لما بيجي الجماعة الامريكاني يصفوا هذا الميكروب بانه هو ذكي، امكر ميكروب عرفناه، ده وصف غلط. ذكي ايه ذكي ايه وماكر ايه، وده هي حتة مادة جوه الغلاف. فربنا بيضرب أمثلة، قال لك ده الأنبياء بتوعي. لما سيدنا يوسف اهتدى إلى الحيلة اللي ياخد بها أخوه بأنه قال لهم يحطوا المكاييل الذهب في البضاعة بتاعت أخوه، وبعدين الناس اللي هم الحراس يقول وكذلك كدنا ليوسف وكذلك كدنا ليوسف، يعني انا اللي مكرت له، ده مش حيلة يوسف ده انا بقى. وكذلك كدنا، ربنا بيتكلم وكذلك كدنا ليوسف، يعني الحيلة دي انا اللي حيلتي انا ومكري انا. نفس الحكاية برضو في سليمان لما افتى بالفتوى اللي هي تدل على فقه عظيم وكده، فربنا بيقول ففهمناها سليمان،
ده بيقول انا اللي فهمته، يعني مش هو راجل يعني مفتي وكده، لا لا لا، ده انا ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكم. اي الناس يعني اول ما تقرا تعجب انت بابراهيم، ايه ده عبقري، ثم ربنا بيرد يقول لا لا، ده حجتي انا، وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. دول الانبياء بقى، فما بال الناس العاديين، فما بال الفيروس، يقوم يقولوا عليه الفيروس ذكي. ذكي ايه؟ يعني تعليق غير معقول من الجماعه الامريكان والعلماء، يقول لك ده فيروس ذكي، ده ماكر. ماكر منين؟ هو له عقل ولا له ايدين ولا رجلين ولا دماغ ولا جهاز عصبي مركزي؟ ده ما فيش، ده هي مجرد ماده عضويه اللي هي ريبونيوكليك اسيد محطوطه في غلاف. ذكي ايه بقى؟ يبقى لا، افهموا جد بقى ان هذه الماده او هذا الفيروس اعد، خطط له، اتبرمج، وان هو معد سلف عند الحكايه دي، ده فعل الهي. مش ده هنا ده هي الغريبه، ان ما وصلهمش لفت النظر ده، مع انه واضح، يعني مش معقول يكون فيروس ذكي. ذكي ده ايه؟ ايه اللي ذكي ده؟ ما نقولش الفيروس ذكي، نقول احنا بنشهد تحدي الهي، ده توصيف الحقيقي. والغريب ان هم ما مش عاوزين يقولوا كده، مع ان الواقع ان هو كده. نحن نشهد تحديا الهيا في عصر الغرور والتبجح، والانسان اللي بيقول انا بعمل وانا بسوي وانا بحط رجل على القمر ورجل على الزهرة، وانا هروح اركب سفن الفضاء واملك الكون. فاحنا بنشهد تحدي الهي لغرور الانسان. وربنا يحفظنا ويحفظكم من الغرور، ويهدينا دائما بالفطرة وبالإيمان إلى الاستقامة. والجماعة العارفين بيقول لك الاستقامة هي أكبر كرامة. وإلى حلقة قادمة بإذن